تمام. نرجع تاني يا شباب، قلنا عشان نصمم البغلة، تصميم البغلة هنصمم على 3 حالات، كل حالة في حالة تحميل احنا عملناها هنصمم فيها على نورمال وعلى مومنت برضه. قلنا ليك الحرية انك تختار وركينج. عندي اول حالة كان موجود عندي النورمال ب 300، وعندي الام واي ب 124.7، ده حالة نورمال ومومنت. فبجيب الاكسنتريستي الام بتقل النص، فهي سمول اكسنتريستي. يعني ايه سمول اكسنتريستي؟ يعني بصمم بناء على النورمال وبهمل المومنت واطمن انها. فمعادلة العمود في الوركينج ميثود، الان بتساوي الاف سي في الاريا سي افتح قوس 1 زائد الميو في الان. ايه هي الان وايه هي الميو؟ الان دي هي معامل التجانس بين الخرسانه والحديد، المفروض ب 15. في جدول ما بين ال N وال F C، عند ال N ب 15 فال F C بتساوي 40 كيلو جرام على سنتيمتر تربيع. ما انساش انا بتعامل في المعادلات دي كلها بالكيلو جرام والسنتي. فالنورمال اللي عندي في الحالة دي ب 299.9، ضربته في 1000 عشان نحوله من طن لكيلو جرام، بتساوي ال F C ب 40 كيلو جرام على سنتيمتر تربيع. الاريا سي، ايه هي الاريا سي؟ هو انا اصلا مصمم ايه؟ طب بصمم بغلة. ايه هي مساحة الخرسانة بتاعة البغلة؟ انا بصمم من البلان. يعني ايه من البلان؟ يعني انا عندي البغلة في البلان عباره عن ال effective في تخانه التي بي. ال effective بكام؟ ب 16 واحد سنتيمتر في 100 بسنتي، والتي بي 1 متر تخانتها ضربت في قوس الواحد زائد الميو، للميو اللي انا عايزها. الميو دي اللي هي نسبه التسليح ما بين نسبه الحديد الى الان 15. اطلع من المعادله دي الميو. الميو دي قلنا نسبه الحديد في الخرسانه بتساوي الاريا اس على الاريا سي، طلعت بالسالب. يعني ايه الميو بالسالب؟ يعني الخرسانه بتكفي لوحدها ومش محتاج احط حديد. بس انا عندي قال لي انفورسد البغلة خرسانة مسلحة، ده معناها لازم يكون فيها حديد وهو المينيمم بتاعي. بحسب ازاي المينيمم؟ المينيمم الميو مينيمم بتساوي 8/10 على 100، والميو اساسا بتساوي الاريا اس على الاريا سي. عند الاريا سي اللي هي تي بي في ال افكتيف، بس ما انساش احول سنتي، فطلعت معايا اي اس الكلي الحديد الكلي الموجود في قطاع الخرسانه في اللي هو الاريا سي نفسه بتساوي 1292 سنتيمتر تربيع. نكمل ونقول المعلومه بتاعت الميو دي تاني. الاي اس دي اللي هو الحديد الكلي، انا عايز الحديد للمتر الطولي، الحديد للمتر الطولي للجنب الواحد. مش انا عندي ده قطاع البغله في البلان، انا عايز للجنب الواحد وللطول. يعني ايه للطول؟ يعني بوزع في مسافه اللي افكتيف، فباخد ايه مساحه بتاعت الحديد طالع عندي 1292 على 2 عشان انا اجيب للجنب الواحد، اقسم على الطول اللي اتوزع عليه اللي هو 16.6 بس بالمتر. اجيب انا بقول المتر الطولي، يعني لازم اللي افكتيف يكون بالمتر. فطلعت معايا 40 سنتيمتر مربع على المتر، يعني كل متر احط فيه 40 سنتيمتر مربع حديد. طب قد ايه بقى ال 40 سنتيمتر مربع حديد دول؟ لو جيت احولهم دي، لو جيت احولهم للملي، انا عندي الاقطار بالملي، هيبقى 4000 بتساوي كام بقى؟ 10.25 لكل متر طولي. تمام. يعني معنى الميو مينيمم اللي انا استخدمتها 8/10% من الاريا سي اللي هي اللي افكتيف في التي بي، طلعت لي حديد في الاخر 10.25. نعم معلش، واحنا عملنا عشان لسه داخل، هنعيدها تاني. الحالات كلها شبه بعض، هنعيدها تاني ما تقلقش. الاي اس الحديد للجنب الواحد للمتر الطولي طلع 10.25 لكل متر طولي. فرسمت القطاع بتاعي وحطيت حديد في الجنب الواحد 10.25. طب ايه بقى حوار الميو ده؟
الميو عندي 3 احتمالات، لا اما بسالب، لا اما اكبر من 8 من 10%، لا اما بموجب. لو ميو بسالب فمعناها مش محتاج حديد والخرسانة هتكفي، فباخد الميو بالميو مينيمم. طب لو الميو اقل من 8 من 10% باخد هي الميو مينيمم 8 من 10%. طب لو اكبر من 8 من 10% مثلا ب 12 من 100 على 100، فباخد القيمة اللي أنا مطلعها لو هي أكبر من 8 من 10 على 100. ففي الحالة التانية بقى اللي هي بتاعة الـ MY، نراجع الحالة الأولانية تاني بسرعة عشان الناس اللي لسه داخلة بسرعة. أنا قلنا عندنا الحالة الأولانية عندي نورمال وعندي مومنت، فجبنا الـ E الـ M مع الـ N وقارنها بـ small eccentricity وبيج eccentricity، طلعت عندي أقل من نص، يعني small eccentricity. يعني أصمم على معادلة العمود اللي هي دي، عوضت في المعادلة أنا عايز أطلع قيمة الميو، الميو ديت اللي هي نسبة الحديد الموجود في الخرسانة اللي هي الـ area S على الـ area C. الميو دي طلعت بالسالب، معناه إيه بالسالب؟ يعني الخرسانة مكفية ومش محتاج حديد، فاستخدمت المينيمم بتاعي 8 من 10 على 100، ضربت سويت المعادلة بيساوي بعض، فطلعت من هنا اريا اس طلعت بالرقم ده، بس الرقم ده تربيع، انا عايز اوزعه للجنب الواحد ده اللي في القطاع كله، عايز اوزعه في الجنب الواحد، معناه اني اقسم على 2، انا عايز اوزعه لكل متر طولي، بقسم على المكان اللي اتوزع فيه اللي هو ال افكت، فطلع عندي 40 سنتيمتر تربيع لكل متر طولي، حولتها الاقطار 10 في 25 لكل متر طولي، ده للجنب الواحد. في الحالة بقى التانية اللي هي ماكسيمم ام واي اللي احنا حملنا فيها يمين محور واي، الحالة دي كان فيها نورمال مومنت برضو، لو معاك الصفحة بقى سهل ان احنا نفر فيها، نورمال ب 273 ومومنت ب 225، اقسم اطلع الاي ام على ان، طلعت 82%، ده اكبر من النص، ده بيج اكسنتريستي، يعني الحمد لله هو كان بنشرح بيج اكسنتريستي وسمول اكسنتريستي في نفس المجال. فبالتالي هصمم كأنها أصمم نورمال ومومنت كأنها كاميرا، إيه، فصمم إن هي نورمال ومومنت، فبجيب إيه؟ فبجيب الـ ES، هجيب حاجة جديدة بقى بعد كده اسمها الـ ES. إيه الـ ES ديت؟ بتساوي الـ E زائد الـ T على الاتنين. إيه هو الـ T؟ الـ T اللي هو الطول الموازي للعزم. انا عندي ام واي يعني حوالي محور واي طول موازي للعزم اللي هو ال افكتيف، بس مهندس صوت حضرتك راح خالص. ماشي، التي ان الطول الموازي، معلش صوت حضرتك قطع بس حد ماشي. الـ ES بتساوي الـ E زائد الـ T على 2 ناقص الكفر. الـ E لسه مطلعها ب 82%. الـ T قلنا طول الموازي للعزم اللي هو 16.1 من 10، 2 دي في القانون ناقص الكفر، الكفر عندي في المنشآت المائية زي القواعد بالظبط اللي هو من 5 ل 7 سم، أنا خدته 7 سم 7%، لأن شغال بالمتر حطيت التي دي بالمتر، طلع عندي الاي اس ب 8 3. طب لو عندي عزم في اتجاه محور اكس يبقى طول الموازي للعزم مين؟ اللي هو التي بي اللي هو السمك بتاع البغل. وانا عندي يا شباب وانا ليه جبت الاي اس؟ حد عارف ليه؟ بزود الاكسنتريستي عشان اعرف ان انا ازود، يعني بخليها كريتيكال اكتر. بصوا يا شباب، لما يكون عندي بيج اكسنتريستي بصمم كانها كاميرا، والمؤثر على الكاميرا هو العزم، بس انا عندي نورمال وقيمه كبيره مش قيمه صغيره، فبحول النورمال ده لمومنت في ايه؟ في حاجه اسمها الام اس. ماشي؟ الام اس بتساوي الـ N في الـ ES، الـ N عندي
273 الاريا الاي اس لسه مطلعينها ب 883، طلع عندي بالرقم ده 2418، والام واي كان 225. عايز اجيب من الاخر، عايز اجيب قيمه الحديد. قيمه الحديد لما يكون عندي حاله بيج اكسنتريستي بكتب القانون ده، الاريا اس بتساوي الام اس في العشرة اس 5 على كي 2 في الدي ناقص الان في 10 اس 3 على الاف اس. انا حطيت سالب لو الان دي ضغط، تاني انا حطيت سالب، السالب ده لو الان دي ضغط. طب لو شد السالب دي تبقى موجه، ماشي؟ ثواني. لو عوضت بقى في المعادله دي، الاي اس عندي اهي ب 2418 في 10 اس 5 على الكي 2 ديت اللي هي من الجداول اللي هي دي، ماشي؟ انا عندي الاف الاف سي والاف اس ديت معطاه في راس المساله، الاف اس كانت معطاه في راس المساله اهي، اخر اف دي فيلد، خلي بالك اديني اف اس اهي، خش بقى في الجدول ماشي، والاف سي كنا فرضينها في السلايد اللي فاتت اهي. مش شايفينها من شويه ولا راحت فين؟ اهي 40، ومنها طلعت قيمه كي 2 من الجدول. طلع عندي الاريا اس 15 على طول يا باشمهندس. الان دي المفروض 15 اللي هو معامل التجانس من الخرسانه والحديد، ماشي؟ كي 2 من الجدول 1700. ايه هي بقى الدي؟ الدي قلنا طول الموازي للعزم ناقص الكفر. الدي عباره عن التي ناقص الكفر، التي كانت 16 واحد من عشر ناقص الكفر 700، ماشي؟ وخلي بالي الام الوحدات، يعني الام اس دي طن طن متر، يبقى لازم يدي بالمتر، ناقص الان من فوق اهي 273 10 اس 5 على الاف اس ايه ب 2، يطلع لي الحديد بتاعي لو طرحت القيمة دي هيطلع عندك بالسالب، اللي هو ده ناقص ده يطلع عندك قيمة بالسالب، معناه إن البغلة ديت أو البير ديت الخرسانة اللي فيها كفاية قوي اللي هي تستحمل الحالة التانية بتاعت التحميل اللي هي النورمال مومنت بتاع البيج اكسنتريستي، وأستخدم حديد مينيمم الإي إس مينيمم اللي لسه حاسبينه من الحالة الأولانية، الميو مينيمم بتساوي 8 من 10%، هتساويها بالإريا اس على الاي سي وتجيب قيمه الاي اس مينيمم، يطلع معاك في الاخر 10 في 25، وبحط حديد متساوي في الجهتين في الايه، انا عندي الام واي، بحط حديد متساوي في الجنبين بقيمه اريا اس بتساوي 10 في 25. القطاع النهائي اعرفك شكله في الاخر. اخر حاله بستخدم الام اكس والام واي والنورم، مش كان عندنا ام اكس وام واي ونورمال في الحاله الثالثه؟ نفس الحاله الثانيه بالظبط، بجيب الاي وبجيب اهي، بجيب الاي وبجيب الاي اس، بس خلي بالي التي في القانون ده، بس انا عندي لو تي موازيه، لو التي في اتجاه محور اكس زي اللي في الحاله الثالثه، هتبقى التي بي، الطول الموازي للعزم اللي هو مين؟ التي بي. وتحل هي بالظبط، هيطلع معاك برضو الحديد الموجود اريا اس مينيمم، والحديد هتحطه في اتجاه العزم في منطقه الشد ومنطقه الضغط في الجنبين متساويين. فمن الاخر خالص احط ايه بقى في البغله بقى؟ من الاخر الحاله الاولانيه كنا حاطين الحديد اي اس مينيمم هنا وهنا، الحاله الثانيه كنا حاطين منطقه الضغط ومنطقه الشد بالنسبه للعزم ام واي متساويين، ومنطق وفي الحاله الثالثه بتاعت الام اكس حاطينه برضو في الضغط والشد بتاع العزم. بعمل ايه؟ عشان عندي الحديد الطولي ده هاخد الاكبر من الحالتين دول،
الحالة الأولانية والحالة الثالثة. المال الحديدي اللي هو في الجنب ده باخد بتاع الام واي، ماشي؟ ده البلان، كأنه البلان بتاع الحديد، التفصيلة بتاعته اللي هي في المحاضرة. نيجي بقى الأهم حاجة وأصعب بصراحة، يعني أصعب حاجة هو ده ديزاين اوف ذات. ماشي مهندس، هنزلها ازاي على القعدة؟ ايوه، لما اجي اجيب الاي ايوه في الحاله الثالثه، لما اجي اجيب الاي في الكيس الثلاثه، انا عندي ام اكس وعندي ام واي، بقسم الاي انهي ام على انهي ان على الان. تمام. وقلنا اهو هنهمل بقى اللي هي ام واي، مش قلنا ام واي دي صغيره هنهملها؟ يعني مش اساس قلنا ان الحاله الثالثه دي انا عاملها عشان الام اكس، عشان اطلع اقصى ام اكس. حتى لو قيمتها مقاربه، ان احنا قلنا وصلت نعم، لغايه 90. تقول ايه؟ بقول الحل حتى لو حالتها هنرمي مقاربة ان الام هي واي وصلت اللي لغاية فيها ال 90. القيمة صغيرة أصلا تمام، وصل. مين اللي بيسأل؟ علوان بص يا، بص يا علوان، الحالة الثالثة أساسا أنا عاملها عشان أطلع عزم في اتجاه محور إكس، فأنا هصمم الحالة الثالثة بناء على إكس بس، وفي الآخر برضه هيطلع مينيموم. يعني أغلب الحديد اللي بيطلع على فكرة في البغلة مينيموم، اللي هو 10 باي 25. ده نيجي بقى لديزاين البغله. بقى ديزاين البغله فيها من الاخر، ديزاين الفوتينج، القاعده بتاعت البغله اقرب ما يكون للقاعده الشريطيه بتاعت الاساسيه بتاعت ثالثه مدني، فاللي هي كان فيها الشير ومومنت بتنزل مع النازل وتطلع مع الطالع والكلام من ده. لما اجي لمنطقه الحته بتاعت الشير ومومنت، انتوا السكشن بتاع الاساسيات اللي كنتوا واخدينه في ثالثه مدني بتاع القاعده الشريطيه هترجعوا له عشان ترسموا بالزاي بالظبط الشير والمومنت. بس انا اقولها سريعا برضو، والحاجات اللي انا محتاجه فيها ايه، بحيث ان انت تنجز نفسك فيها عشان الامتحان بيبقى طويل، وتنجز نفسك ازاي. وانا عندي كم فتحه اساسا في الكوبري ده؟ واحد اتنين تلاته. كان مديني ان بتلاته، وكان مديني اس بخمسه، يعني مسافه ما بين سنتر البغله دي لسنتر البغله دي اس زائد تي في ب 6. حد جدع يقول لي يا الصورة واقفة يا باشمهندس. اتحركت الصوره ديت او المسقط ده، ده الاليفيشن، ماشي؟ ده اللي في مسار الميه، يعني الميه هتعدي من هنا كده تروح الجنب تاني، الميه هتعدي من هنا تروح الجنب تاني. اللي كنا رسمناه في اللي قبل كده ده السايد فيو، ده اللي هو التراب جاي على البغله، ومسار الكوبري اللي هو مسار العربيات. ما ده اللي هو الايه، الميه تعدي كده والعربيات ماشيه كده. يعني انت لو رسمت السهم كده تتخيلها العربيات ماشيه كده من اليمين مثلا الشمال او العكس، والميه ايه داخله الفتحات دي. المطلوب ايه بقى؟ ان انا هجيب ان انا الاحبال كل اللي فوق دي هنزلها على القاعده الشريطيه اللي تحت، اللي هي تصميمها زي القاعده الشريطيه. عندي في كذا حاله، كذا حاله تحميل في التصميم القاعدة. أول حالة case of just after construction، اللي هي حالة ما بعد الإنشاء مباشرة، ماشي؟ ودي بس اللي هتشتغل عليها. يعني أنت أخدت فتحت الورقة اللي كنت بعته لكم اللي هو يوم الجمعة، في أكتر من حالة، دي اللي حل بقى في الامتحان. تاخد وقت طويل جدا الامتحان، يعني المسألة زي دي بتاخد وقت طويل جدا، أقل حاجة بتاخد ساعة ونص. كمل. كل حمل من دول عرفك ازاي الارقام دي جت ازاي؟ ايوه، هي هو هنا مش هيبقى فيه حوايط خالص، يعني بغلة بس. حوايط؟ لا، في شايف اللي على الطرف دول، اللي على الطرف دول يبقوا لما بغلة لما حيطان، وفي كمان على الجنب كده، ماشي؟ بس انا مش رسم القطاع كامل، وده وفي هنا اللي بيسند التراب عشان ما يقعش على المنشأ، في حيطة، يعني في حيطة كده بتكمل قبل البغلة وبعد البغلة هناك.
او بعد المنشأ وقبل المنشأ عشان تسند التراب ما يقعش يسد الفتحات دي. بس احنا مالناش دعوه بالحيطان خالص دلوقتي، ما دخلناش في حاجات الله يكرمك، مش عايزين نطول على نفسنا. فانا هعمل ايه؟ هبسط الاحمال خالص بحيث ان انا اصمم انها توصل لايه؟ للقعده دي كانها عمدان على قعده. هعمل ايه؟ اخلي بالي الاول انا بصمم. هو الصوت شغال رجاله؟ سامعينك يا ما حضرتك؟ تمام. انا بصمم شريحه كده عمودي على السبوره 1 متر عشان بس اعرف انا شغال شريحه قد ايه. يعني تخيل الكوبري اهو عرضه، انا مش هاخد العرض كله، انا هاخد بس شريحه 1 متر. الاحمال دي بقى جت منين؟ اول حاجه الحمل، عشان عندي ده كوبري فوق عباره عن بلاطات بتتحملها على البغال. رد الفعل بتاع الكوبري ينقسم حاجتين اتنين، الديد لود، نتيجة الديد لود ونتيجة اللايف لود، يمين وشمال. يعني مثلا بغلة زي دي ايه اللي بيأثر او ايه الحمل جايب هنا؟ وزنها اللي هو السهم ده، الرقم ده اقول لك جاي منين، والتلاتة والسهم ده والسهم ده والسهم ده، ايه الاسهم ديت؟ دي الاحمال اللي جاية من الكوبري. كل بلاطة من دول بتدي يمين وبتدي شمال. البغله اللي في النص دي تاخد من يمين، رقم 3 والرقم 225 ده جاي من الديد لود واللايف لود. واقول لك حسبته ازاي. الاحمال اللي جايه على البغله هي رد فعل او الرياكشن اللي جاي من الكوبري نتيجه اول حاجه ديد لود. مش انا عندي عرض الكاميرا اللي عندي او البلاطه اللي عندي الاس زي التي بي اللي هو السنتر لاين، اللي هو سنتر لاين ده هنا كده حد السنتر لاين ده كانها سيمبل بيم طولها اس زائد تي بي، اس 5 والتي بي 1 يعني 6، والديد لود عندي ب 75%، 75% في 6 على 2 يديني 225. ده اللي بينزل البغل. تاني حاجه اللايف لود قيمته بواحد طن على متر تربيع، كأنه كاميرا بسيطة. ثواني يا شباب، سؤال صغير، هو الرسم اللي فاتت كانت إليفيشن ولا سايد فيو؟ رحنا بقى يا حمدي بقى، رحنا ماشي. بص يا حمدي ايوه الرسمه دي يا حمدي إليفيشن. يعني ايه إليفيشن؟ يعني ادي سكه الميه اهي، سكه المجرى المائي او قطاع اللي بيبقى موجود عندك في الشيت ماشي، والميه ماشيه، ده إليفيشن. من الجنب لو شفتها هتلاقي اللي هو ايه التفصيله بتاعه البغله اللي هي الفتحات والدوابه والكلام من ده. ماشي يا حمدي؟ تمام. ماشي يا حمدي. نكمل. قلنا الرياكشن بتاع الديد لود والرياكشن بتاع اللايف لود. ده بينزل ايه؟ على البغلة على طول. طب وزن البغلة اللي هو ده بقى. الاون ويت بتاع البير عبارة عن ايه؟ قلنا قبل كده عبارة عن الجاما في الفي في الحجم، بس عدي الحجم المرة دي هيختلف. ليه؟ لأنك واخد شريحة 1 متر بس. الحجم المرة دي عبارة عن التخانة في الارتفاع في شريحة عمودية على السبورة 1 متر. هذا واحد. في الاتش بير ب 4.5 والتي بي ب 1 والجاما كونكريت ب 2.5 طن. يطلع عليه كام؟ 11.25. البغلة بقى الطرفية. البغلة الطرفية مش كنا قايلين من شوية إن رد أو الرياكشن بتاع الكاميرا أو بتاع البلاطة بتاع الكوبري ما بيجيش في السنتر بالظبط، بيجي في تلتين المسافة. يعني في مسافة اكسنترستي ما بين الرياكشن والسنتر بتاع البغله اللي هي مسافه اي دي. فبالتالي الاجهاد اللي نازل تحت على القاعده اللي تحت مش هيكون منتظم، مش حمل موزع منتظم، هيكون فيها اف 1 واف 2 شبه منحرف. وعرفت قيمتها بتيجي ازاي كده. الاول لو رجعنا كده ورا شويه هنا كده عرفنا بقى الاحمال دي جت منين، اللي هي 3 وال5 وال225 وال11 25
وبرضو البغله الطرفيه بتاخد الاكشن واحد بس، لاني عندها بلاطه من اتجاه واحد بس. تمام يا شباب؟ تمام. عايز انزل بقى يا شباب الاحمال ديت او الرياكشنات ديت لحمل موزع تحت على سطح القاعده. عايز انزل الاحمال ده اهي اللي هو الرياكشن الديد لود واللايف لود من كل اتجاه، ده جاي من اليمين 3 و225 وجاي من الشمال برضه 3 و225، وفي برضه جاي في السنتر في النص جاي 11 25. عايز انزلهم حمل موزع منتظم تحت، بعمل ايه؟ بقول الاحمال على التخانه بتاعه البير في شريحه 1 متر هناك. ماشي؟ تاني بقول ايه؟ مجموع الاحمال ده ده اللي هو اليمين والشمال و11 25 واقسم على التخانه بالتي بير اللي هي ب 1 متر، يطلع لي كام؟ 21 75. يعني مكان كل بغله هعمل توزيع منتظم حمل موزع منتظم قيمته 21 75. ده البغله الوسطيه. طب البغله الطرفيه بقى؟ قلنا البغله الطرفيه عشان الحمل اللي جاي من رد الفعل بتاع البلاطه مش جاي في النص، مش جاي في السنتر بتاع البغله، في مسافه اكسنتريستي انا سميتها اكس داش، والمسافه ديت عباره عن تلتين التي بي. المفروض تلتين التي بي على اتنين. هاي فعلا معلش المسافه ده يا شباب، المسافه ده اهي ثواني، معلش يا شباب المسافه اكس ده اهي هي تلتين فعلا اهي تلتين التي بي ثواني. ما هو متعود عنها بتلتين التي بي على الاثنين يا باشا، على دي تلتين ناقص نص. لا 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 حاجه ثانيه ثواني. هي المفروض هنا تلتين التي بي بس يا باشمهندس، صح كده؟ مش تي مش تي بي على الاثنين، لان هنا مش نص من اليمين ونص من الشمال، لا ده هو من اليمين بس او من الشمال بس. لا هي تلتين التي بي على الاثنين. لان دي بغله طرفيه فمتحمله من ناحيه واحده بس. نشوف دلوقتي هتطلع ايه. هي المفروض يا باشمهندس تلتين التي بي، وبعد كده نطرح نشوف بقى المسافه ما بين السنتر لاين وتلتين التي بي دي. انتوا كنتوا واخدينها يا شباب في ثالثه مدني، معلش باشمهندس. ايوه هو غالبا يعني واخد كده الحمل بتاعه اكسنتريستي بتاعه القطاع، واخدها نص القطاع من ناحيه اليمين زائد الاكس اللي هي بتساوي نص القطاع ناقص الاكسنتريستي. لخبطتنا يا اسلام. طب خلاص لخبطتنا يا اسلام. اللي انا اقصده واخد نص البير زائد تلتين من النص الثاني. ما اعرفش ازاي المفروض تلتين البير تلتين البغله بقى كلها، وبعد كده يجيب المسافه مسافه الترحيل. هو ده المفروض. مسافه الترحيل من السنتر لاين اللي هو النص او تلتين التي بي ناقص النص، تلتين التي بي اللي هو تلتين الواحد ناقص النص يدي لك كده ايه. شوف بقى تطلع كام، تلتين ناقص نص تطلع 16 من 100 متر زي ما مكتوبه كده في الورق المفروض يعني. لان لو رحنا للوسطيه يا باشمهندس هتلاقي تلتين من اليمين وتلتين من الشمال. طب تاني كده بتقول ايه تاني كده؟ المفروض ان هي اللي بتاثر من اول البغله السنتر لاين بتاع الحمل، من اول البغله لغايه السنتر لاين بتاع الحمل تلتين التي بي. تمام. طب عايزين نجيب كده في الكريستي ايه؟ بص انا كنت واخدين كده كده بس على الورق. لحظه بس على الورق يا باشمهندس، هو انا الطرفي اصلا ما ينفعش احمل البلاطه بكامل الاباطمنت، ما
بكامل العرض، لازم يبقى في كتف على الأقل نص متر يعمل قوة إكس تمنع البلاطة إنها تتحرك يمين وشمال. تمام. تمام، فهو لازم تأثر في نص العرض زي بقية البغال الوسطية. فالإكسنتريسيتي تاخد الصوت باظ عند مروان كده. صوتك يا مروان قطع خالص يا مروان، عيد تاني. بس انا فهمت وجهه نظره، انا فهمت. عشان شباب 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 بس 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 انتوا في ناس عندهم محاضره الساعه 8 صح؟ لا طب الحمد لله. طب بص اللي البلاطه بس خلاص بس البلاطه الطرفيه، البلاطه الطرفيه اللي هي عند البغله الطرفيه بتاثر، انا رجعتها دلوقتي، بتفرق عن البلاطه اللي في النص. تاني، البلاطه اللي في النص يعني البلاطه عند البغله الوسطيه زي اللي هي اللي فوق دي، البغله الوسطيه دي فعلا كانت تلتين التيبي على الاثنين، انا رجعتها دلوقتي. مال دي صح كده زي ما مكتوبه، البغله الطرفيه تبقى تلتين التيبي كلها ماشي، لان يبقى في هنا كيرف كده بتاع يعني البلاطه ما تجيش مره واحده كده، لا في كيرف اللي هو الهونش بقى فيها مسلوبه كده بتاعه الجردر نفسها، فتركيزها يبعد عن الاخر كده تلتين التي بي اللي هي كام؟ 2 على 3 في 1 يعني 2 على 3. طب انا عايز اجيب بقى المسافه اكس ديت، الاكس دي تبعد بين الرياكشن للسنتر بتاع البغله، يبقى تلتين ناقص النص البير بتساوي ايه؟ 16%. دلوقتي بقى عندي ايه؟ عندي بغله في الحمل بتاعها الاون ويب بتاعها نازل 11.25 في السنتر لاين بتاع البغله، وعندي عزم حوالين المحور بتاعها قيمته اللي هو الرياكشن مضروب في المسافة اللي هي الاكس داش. ماشي يا شباب. يبقى تاني البغلة الطرفية بيأثر لي تاني من الاخر، البغلة الطرفية الحمل اللي نازل عليها مش حمل موزع على القاعدة، ليه؟ لان في عندي ترحيله بتاعه الركيزه قيمتها كام؟ من الرياكشن نازل مسافه عن طرف البغله تلتين التي بي، يبعد كده عن السنتر لاين اكس داش اللي هي تلتين التي بي ناقص نص التي بي، طلع كام؟ ب 16%. عشان اجيب قيمه الاجهاد النازل على القاعده غير كام؟ ان عندي حمل مركز وعندي عزم حوالين المحور بتاعها، يعني كده ممكن اجيب الاستريسز اللي هي اف 1 2. ازاي؟ الان عندي ب 16.5، 16.5 دي جت منين؟ اللي هي 11.25 اللي هي الاون ويب بتاع البغله زائد 25 اللي هو دبليو دي لود 3 ودبليو لايف لود 2.25، يبقى 16.5 اللي هو الان. ما انساش السالب عشان هي ضغط. البي اللي هي التي بي اللي هو سمك البغله اللي هي 1 متر، افتح قوس الواحد موجب او سالب 6 الاي، الاي 1.5%، جبتها من الاي 1.5%، الاي بيساوي الام على الان، الام اللي هو العزم اللي هيحصل، الرياكشن النازل اساسا اللي هو كام؟ قلنا 5.25 بتاع الدبليو دي لود اللي هو 3 زائد 2.25 مضروب اللي هو الاكس داش، يطلع لي عزم 17.52. يعني من الاخر الرياكشن اللي نازل من الكوبري اللي مش جاي في السن عامل عزم قيمته 17.2، وبالتالي اقدر اجيب قيمه الاي بتساوي الام على الان 17.5 على الان. ما انساش الان دي عباره عن الاون ويب بتاع البغله والدبليو دي لود واللايف لود من باكيه واحده كوبري، طلع لي الاي ب 1.6%. اعوض في القانون، اعوض في القانون ان يكون اما اعوض دي بموجب يطلع لي بسالب 121
ومعوض السالب اللي في القوس يطلع لي 88. طبعا القيمه اللي بسالب قيمه الموجب، انا مش عايز قيمه الشد اللي بتحصل هنا، انا عايز قيمه الضغط بس. اجيب قيمه الضغط ازاي؟ ان انا اجيب بالتشابه. يعني ايه بالتشابه؟ عشان عندي المسافه دي كلها 1 متر، وعندي قيمه الضغط هنا 121 وقيمه الشد 88.4، اجيب مسافه زد دي بالتشابه يطلع قيمه الزد 58%. يعني من الاخر قيمه التوزيع اللي نازل عندي اهي هيبقى مثلث راسه 121 ضغط وعرضه 58%. ده شكل القاعده بتاعت البغله بتاعتي. الاحمال هي اللي جت لي بقى. انا عندي كام بغله؟ ده 1 2 3 4 3 فتحات، 1 2 3 3 فتحات. عندي في مين؟ الحمل اللي جاي من التربه هنشرحه جه ازاي، وبرضه يعني الحمل اللي جاي من التربه هشرحه جه ازاي، و ده الحمل المثلث اللي لسه قايلينه من شويه جه منين؟ ركزت حمل المثلث اللي هو نص القاعده في الارتفاع، المفروض نص 121 في 58%، لو ضربتها مش هتطلع 16.5. الرقم ده مكتوب غلط على فكره، حتى في المثال اللي الزملاء شرحوه في السكاشن لو حسبته في الآلة الحاسبة مش هيطلع 16.5. ماشي، قول 16.5 يا سيدي. تاني كده يا باشمهندس، الحتة اللي فاتت ديت تاني اللي بقى اللي هي بقى ساعة ما جبنا الـ F1 والـ F2، بعد ما جبنا الـ F1 والـ F2 طلع في شاد. مش احنا جبنا الـ F1 والـ F2؟ طلع طلع واحد فيهم طلع بالسالب، واحد فيهم طلع بالموجب. طبعا اللي بالسالب ده انا اساسا حاطط الان بسالب، مش ده المقص ده مضروب. الان بسالب يعني اقصد الضغط، يعني اف واحد لما تطلع بسالب يعني معناها دي قيمه الضغط 121، وبالموجب اللي طلع بالموجب يعني تنشن. انا رسمت الجهاد بتاعي تنشن وكمبريشن، انا يخصني في القاعده انا عايز الكمبريشن بتاعي عشان اشيك على البيرنج كاباسيتي بتاعتي. فهاخد المثلث، هكمل بس، اخد المثلث بس اللي بيعمل لي الضغط. جبت القيمه دي منين؟ جبتها بالتشابه اللي هي دي بالطريقه دي. وبعد كده انا مش عايز قيمه الضغط، انا عايز قيمه القوه عشان انزلها هنا. قيمه القوه ركزت المثلث نص القاعده في الارتفاع. ماشي يا علوان؟ تمام. مش مهندس، ايوه معلش، في السلايد اللي قبلها دي المومنت ازاي طلع 17.5؟ تاني المومنت ده مش قلنا نتيجه ان الركيزه بتاعه الكوبري مش جايه في سنتر البغله فيعمل لي عزم حوالين محور البغله؟ قيمته كام؟ قيمته ان في الاكسنتريستي ذراع العزم. قيمه النورمال ده كام؟ الرياكشن ده كام؟ كنا جايبينها من فوق من تحليل السيمبل بيم حالة الديد لود واللايف لود 3 زائد 2 25، يبقى قيمته كام؟ 5 25%. ماشي، 5 25% ضربته في ذراع العزم اللي هو اكس داش اللي احنا لسه حاسبينه حصل عليه جدل. ماشي يا باشمهندس اسماء، تمام ماشي يا نكمل بقى. ادي القاعده بتاعتنا وقطعنا رؤوس البغال الحمد لله، وكل ما نقطع الحمد لله بنقرب اهو الحمد لله نوصل الارض ان شاء الله. عملت رسمت المثلث بتاعي في البغاله الطرفيه يمين والشمال، والحمل الموزع بتاعي في البغاله الوسطيه. جبت 21.75 منين؟ قلنا ان جمعت الاحمال المركزه وقسمتها على عرض البغله. ماشي، ده اللي هو الحمل الموزع. جبت قيمة الضغط الموزع ده منين؟ 10.9، وده جبته منين؟ هقول لك دلوقتي. مش أنا عندي في طرف بعد البغلة الطرفية في تراب عشان مسار الكوبري والعربية تعدي من على الكوبري تروح بقى على الطريق؟ يعني معناه اللي فيه تأثير تراب هنا.
طب انا عايز اجيب بقى تأثير التراب ده W بتاعه بكام، هتعامل معاه ازاي؟ تأثير التراب ده اولا بيكون عند البغال الطرفية يمين وشمال. اول حاجة هجيب ارتفاع الجزء ده قد ايه. ارتفاع الجزء ده عبارة عن ارتفاع البغلة بس، لا زائد ارتفاع الكوبري. سمك الكوبري 1 متر اللي هو الجردر ب1 متر. على فكرة هو المفروض 60 سنتي، حد يقول لي ليه؟ رجالة اهي، عشان هو هنا كان قايل سمك البلاطه نص متر 50 سنتي مع ده زائد الهونش. تمام، زائد الهونش. بس بس احنا مننا قلنا بقى ان الارتفاع البغله بيساوي منسوب الطريق ناقص منسوب القاع ناقص واحد، الله فزودنا ينور هنا من عليك، واحد. بس كده بس كده، خلي جنبك واسعة شوية. ماشي ماشي يا سيدي، نكمل. فقلنا بقى ارتفاع ده جبناه منين؟ قلنا ارتفاع البغل 4.5 زائد 1 متر، 4.5 و1 يبقى 5.5. نكمل بعد كده، العرض ده بفرضه 2 متر، يعني العرض ده من أول البغلة الطرفية لحد آخر القاعدة مفروضه 2 متر، يعني في هنا 2 متر وفي برضه 2 متر عند البغلة الطرفية اللي في الجنب اليمين. بالتالي أعرف أجيب وزن التراب عبارة عن الجاما في الفوليوم. الجاما مدين وزن التراب 1.8، واحد بقى يعني صحي شوية كده وصحي من النوم فجأة مرة واحدة، يقول لي ازاي ده 1.8 ازاي يا باشمهندس؟ مش هنا في مية؟ يعني المفروض دي تبقى جاما جاما سبمرجد. أقول له أه، بس خلي بالك أنا كاتب فوق الحالة جاست أفتر كونستراكشن. يعني إيه؟ يعني لسه مخلص بونا حالا، يعني لسه مخلص الأمطرة وما فتحتش المية. ده معناها إن دي جاما البالك بتاعتك اللي هي 1.8. ماشي، ده عرض أما بقى جاما في الفوليوم. جاما 1.8، الفوليوم عبارة عن 2 في 5.5 في شريحة عمود على السبورة 1 متر، طلع عندي كام؟ 9.9. انت لو ضربت الحسبة ده مش هتطلع 9.9 عليك. ماشي، بس هم كاتبينها 9.9. ماشي يا شباب، نزود عليها ايه بقى؟ في هنا مش السايد ووك كان في بيقول لي لايف لود بعد الكوبري، زي ما انت كان عندك مثلا كده في الاساسات لما بتصمم حيطه كان بيقول لك كده في على الجنب كده في لايف لود جنب الحيطه. ماشي، هنا برضو في لايف لود معدي 1.8 متر تربيع. على فكره ده مش اللايف لود بتاع، هو اللايف لود بتاع الكوبري كان بيدولي كام؟ ثواني، كان مدينا واحد برضه. تمام قوي. ماشي، واحد يبقى خلاص من هنا يعني مش مفروضه ولا حاجه. يبقى تمام، اللايف لود ديت اللايف لود اللي هو برضو اللي كان فوق ده جاي منين؟ اللايف لود بتاع العربيات اللي معديه. بس المفروض برضو ازود اللايف لود بتاع الناس اللي ماشيه، بس مش مشكله. ايه، خلينا بس ايه ما ندققش قوي عشان ما نتعبش. يبقى هنزود دي واحد ديت، ده جاي اصلا حمل موزع هينزل زي ما هو تحت، وبما ان ده 9.9 هنزود الواحد، يبقى جاي على القاعده ده على القاعده من فوق كده 10.9 طن على متر تربيع. ده حمل موزع عايز اركزه اضربه في ايه؟ في العرض 2 متر ده، ركزه ب 10.9 × 2 ب 21.8 يمين وشمال. ماشي يا شباب، طب كده طب اكمل بس قلنا ما حدش يطعن الله يكرمه. الطول بتاع القعده اجيبه ازاي؟ الطول بتاع القعده اللي في الاليفيشن اجيبه ازاي؟ هو عباره عن ايه؟ عدد الفتحات ان 1 2 3 في عرض الفتحه الواحده اس 3 في 5 15. بس لا، عدد البغال 1 2 3 4 جبتها منين؟ اللي هي ان ناقص 1 اهي، التي بي 1 زائد هنا 2 متر وهنا 2 متر. ماشي، تمام. وفي عندي هذا ان في اس 3 في 5 زائد عدد البغال اللي جوه. على فكره قانون ان هو ان ناقص 1 في التي بي بيحسب لي عدد البغال اللي جوه، ما بيتحسبش الطرفيه. هذا 1 2 ان ناقص 1 2 في عرض البغله واحده تي بي ب1، وعندي بغلتين 2 طرفيتين عرضهم برضو خدتهم ب1 زي البغال، يبقى 2 في 1 زائد 2
يبقى عندي من الاخر ده 1 2 3 4 4 بغال يبقى 4 عرضهم في 1 اللي هم 2 في 1 زائد 2 في 1 دي، وبعد كده عندي رفرفه 2 متر ورفرفه هناك 2 متر المجموع في الاخر 23. نكمل بعد الاحمال دي كلها بقى، ونزلت الاحمال دي حمل موزع وحمل مركز على القاعده مباشره، عايز اشيك بقى بيرنج كاباسيتي. شيك بيرنج كاباسيتي هو اجهاد، والاجهاد هو عباره عن قوه على مساحه. ايه القوه وايه المساحه؟ اول حاجه ما نساش وزن القاعده، الاون ويت بتاع القاعده. الاون ويت بتاع القاعده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن تي اف فلور مضروبه في ال فلور في شريح واحد على البور. التي فلور في طول القاعده 23 في شريحه 1 متر في الجامع كونكريت عندي ب 2.5. التي فلور اجيبها منين؟ هي عباره عن جذر الاتش ماكسيمم، كنا واخدينها في تشيك هيدروليك على فكره، جذر 3.5 ب 1.87 قربتها ل 2 متر ماشي. طب ايه بقى النورمال على الاريا؟ الاجهاد مش بيساوي الان على الايه؟ ايه هو الان؟ هجمع الاحمال اللي فوق دي كلها اللي هي 21.8 في 2 يمين وشمال زائد 21.75 في 1 زائد 16.5 زائد 21.75 في 1 مش عرض البلدي 1 تمام؟ اهي 21.8 × 2 = 16.5 عندي بغلتين 2 وعندي 21.75 في 2 16.5 دي بتاع البغله الطرفيه والاون ويب بتاع القاعده. طب وانا بعمل اجهاد الطول اللي عندي بتاع القاعده الفلور 23 في شريحه عمودي 1 متر على السبوره يبقى يطلع لي 10.2 طن على متر على متر تربيع. الكيو اللوبل والبيرنج كاباستي كيو اللوبل كانت مديها لي ب 20 بس ب 20 ايه؟ او كان مديها لي في المساله ب 2 كيلو جرام على سنتيمتر تربيع، احولها لطن تبقى 20 طن على متر تربيع. 10 اقل من 20 يبقى اذا سيف. طب لو انسيف هزود الرفرفه تمام؟ يعني الرقم ده كده انسيف هتقول له نزود الرفرفه، الرفرفه على فكره اسمها البروجيكشن اللي هي ال 2 متر يمين و 2 متر شمال. اهي الملحوظه بتاعت اللي هي الجاما اللي هي 1.8 بتاعت التراب اللي على البغله الطرفيه ما زودتش وزن الميه ليه؟ اه واحد يقول لك ما زودتش وزن الميه هنا ليه؟ مش في هنا المفروض ميه معديه وازود وزن الميه على القاعده؟ هترد عليه تقول له ده جاست افتر كونستراكشن، يعني لسه مخلص بنا دلوقتي معناها ان مفيش ميه لسه هتعدي. طب انا بقى دلوقتي جبت البيرنج كاباسيتي اللي تحت التربه و وعايز اجيب بقى قيمه التسليح. الناس معايا ولا نامت؟ صحيني يا باشمهندس. معاك يا باشمهندس. معاك يا باشمهندس. فاهم حاجه مروان؟ الحمد لله ماشي. والضيف اللي عندنا احمد علوان فاهم حاجه؟ تمام تمام والله هندسه. لا تمام بجد والله. اه والله لا وخصوصا يعني انت مفسر كل حاجه، يعني ما فيش حاجه كده مكتوبه مبهمه وبتقولها شفه وكده وخلاص. جميل جميل. يعني عشان محمود هو مين اللي جميل يعني؟ بقول له جميل يعني ابو جبل بس بيحلاوه كلام اللي بيقول. طيب ماشي نكمل. انا دلوقتي زي ما قلت لك انا عملت ايه؟ شيكت بيرين كاباستي لسه لحد الان ما طلعتش الحديد بتاع القعده. الحديد بتاع القعده بقى اجيبه ازاي؟ قلنا ديت عباره عن قعده شريطيه. يعني ايه قعده شريطيه؟ يعني هرسم ايه؟ الشير فورس طالع نازل طالع نازل طالع نازل. انا لو منكم انا لو منكم ادور على كشكول بتاع الاساسات درس بتاع القاعده الشريطيه، هو عباره عن مثال واحد بس ازاي كنت برسم الشير فورس دايجرام بتاع القاعده الشريطيه. بقول لك دلوقتي بترسم ازاي وبرده تراجع برده هناك ماشي. ازاي بقى؟ اول حاجه بحط الاحمال المركزه اللي عندي واحط المسافات بتاعتي. تاني الاحمال بتاعتي كان عندي
الحمل بتاع التراب يمين وشمال كان 21.9، وعندي احمال خليتها كلها بقت مركزه 16.5 21.7 21.7 والطرفيه 16.5، والحمل الموزع ده برضو عملته 21.9. ثواني تمام. هو 21.9 ده كان قيمة المركز ولا قيمة الموزع؟ حد فاكر؟ هو 21.8 ده كان قيمة الموزع ولا المركز؟ ده كان قيمة الحمل المركز على فكرة. وبعدين ما تنساش أهم حاجة مركز. تمام. بعدين ما تنساش أهم حاجة رد فعل التربة اللي جاي من تحت القاعدة، اللي هو من شيل الاحمال المركزه دي كلها من فوق لتحت، في كمان حمل من تحت لفوق بتاع الحمل الموزع جاي من رد فعل تربه على القعده. طب قيمته كام؟ المفروض الاجهاد انت مطلعه اللي هو الاف ان على الاريا انت مطلعه ب 10 و2. الرقم ده غلط، 5 23 ده غلط. ماشي؟ ارسم بقى ازاي؟ اول حاجه انا محتاج بس اشيل فرصه الدايجرام. اعمل ايه؟ انزل مع النازل واطلع مع الطالع. يعني ايه؟ سريع يعني اجي 21.9 مهندس. ايوه هو هنا ال 25 غلط ليه؟ هو شايل اون ويت من الاجهاد اللي هو حاطه خلاص عشان يقفل الشير معاه، لان هو حاطط الاحمال مقابل الرياكشن بتاع الاحمال. يعني هو نفسه يحط الاون ويت؟ لا هو ال 25 دي من غير الاون ويت بجد والله. لان في واحد صاحبي كلمني فيها وحسبناها لانها من غير الاون ويت، لان الاون ويت 5 تقريبا. طب كويس عشان بس زمايلك يستفيدوا. بصراحه ما خدتش بالي منها، كنت خلاص يعني بصراحه جبت جاز بعد ما خلصت المثال ده. هو بصراحه انا تهنا ارقام كتير. هو ايه ده؟ هو ايه ده يا مروان؟ ارقام كتير جدا. هو مروان بيقول ايه بقى يا باشمهندس تاني؟ معلش عشان انا عشان برضو هو في السكشن، في السكشن عندنا كانت 5.23 وقال لنا لا ده هي 10.2. ما سالتوش ليه بقى هناك؟ يا عم انا كنت فايق. ماشي تمام، انا دماغي كانت مدلمه وقتها. تمام ماشي خلاص يا مفتح انت هو، خلاص يا مفتح انت هو. بص يا شباب الناس بقى، بص ده الاجهاد اللي احنا جبناه شيك بيرين كاباستي. نيجي بس هنا كده، شايف اللي انا كاتبه ده؟ الرقم ده غلط، اشطب على دي. وفعلا دي 5.23. الناس تمسك الحاسبه كده اللي معاها الحاسبه ويحسب لي الاف بتساوي ان على الاريا ويشيل الترم ده كده، طلع له في الاخر كده 5.23. ماشي يعني من الاخر هتكتب كده ايه الاف بتساوي ان على الاريا، اللي هي هجمعها لك اهو قدامي ورق اسهل، هي 221.8 زائد 16.5 في 2 زائد 21.75 في 2 على 23 في 1، يطلع لك 5.23. يعني الرقم ده صح. وترسم الشير فرصه دياجرام. ماشي اللي هو طب واحنا ما دخلناش يا باشمهندس الفلور ليه معانا؟ نعم يا حبيبي، ما دخلناش الفلور ليه معانا؟ هو اصل كده كده يبقى حمل بيأثر على الارض. طب الحمل بيأثر على الارض، مش الفلور دي كانها برضو حمل موزع هيروح مع دي مع دي على طول؟ حمل الموزع يروح مع رد الفعل على الواحد لتحت عشان يبقى موزع واضح. وصلت. تمام ماشي صح. تمام هنرسم شير فورس دياجرام زي ما قلت لك. يعني ده مثلا يعني 21 وهطرح قصادها اللي هي 5.23 في مسافه 2، هتجيب عند المسافه دي عند النقطه دي وعند النقطه دي، وكذلك هنا عند الشير فورس اللي انا يميني عايز ايه؟ عايز الشير فورس عند قصدي عايز الزيرو شير يطلع معاك 2 زيرو شير او 3 كمان. الناس بس تراجع الرسمه ده هي ترسمها ازاي في الاساسات. ماشي انا يهمني عايز ايه من الرسمه ديت؟ عايز الزيرو شير. وما تنساش رد فعل التربه وانت بتحسب الايه الشير فورس دياجرام. عايز ليه الزيرو شير؟ عشان اجيب عنده اقصى عزم. اجيب مكانه ازاي؟ بالتشابه. يعني انت لما تجيب القيمه ده والقيمه ده
بالتالي هتقدر تجيب المسافة دي من المسافة دي ازاي؟ هتقول لي المسافة اساسا ما بين من النقطة دي للنقطة ديت 5، فبالتالي اقدر اجيب النقطة دي والنقطة دي. هتحط زد وتقول مثلا ايه 5 ناقص زد زي ما احنا عملناها في التشابه من شوية، هي يا عم واحدة زي ايه. واجيب بقى العزم عند النقطة الزيرو شير دي. هجيب العزم ازاي؟ القوة في ذراع العزم، يعني مثلا 21.9 لحد النقطة دي 21.9، افتح قوس 1 زائد 1 زائد 4 32 و 16.5، متأثر في نص من هنا تبقى نص زائد 4 32. في حاجة هنا فوق لا، يبقى ناقص 5 23 المسافة دي كلها لحد 4 32 هنا. أو بيقول لك حل تاني إنك تعمل إيه؟ إنك تجيب مساحة الشكل ده أهو قبل زيرو شي. لو جبت مساحة الشكل ده هو الام العزم ده، بس الأفضل إنك تعملها بالقوة عشان لو غلطت في القيم ديت تغلطش كمان في العزم يعني. ماشي؟ فجبت ام ماكسيمم عند النقطة ديت 1، وجبت ام ماكسيمم عند النقطة 2 دي. نفس الكلام برضو، عايز أجيب ام ماكسيمم عند دي، القوة في ذراع العزم من فوق ومن تحت، ما تنساش عكس الإشارة. أول عزم فيهم طلع الرقم ده مطلعش باين، كنا خلاص في الآخر بقى. ناخد أكبر عزم من الاتنين وهنصمم عليه، وهنصمم القاعدة نتيجة وجود عزم بس. مثلا طلع العزم ب97.8، أصممه إزاي؟ عن طريق الوركينج. بقول الدي بتساوي كي جذر ام في 10 أس 5 على البي. الدي عبارة عن التخانة ناقص الكفر. التخانة بتاعتي مش العزم ده هيبقى موازي، انا باخد الدي الطول الموازي للعزم اهي. تخيل عندي القاعدة اهي تاني فوق خالص تاني اهي، العزم اللي جاي سواء من فوق او من تحت الطول الموازي للعزم هو التي فلور. ماشي؟ فالطول الموازي للعزم هقول 200 ناقص 7، حولت بالسنتي ناقص 7 سنتي يساوي الكي جذر الام، كنت طلعته بقى من عند الزيرو شير سواء بقى بالقوه او بالمساحه، عباره عن 97.8 في 10 اس 5 على البي. انا بصمم لشريحه 1 متر، هي شريحه عمودي على السبوره. هطلع لي الكي بي 6.6. اخش الجداول عن طريق الاف اس ب 2000 والاف سي ب 40 اللي احنا فرضناها في اول التصميم، هيطلع لي الكي دي ب 1691. اعوض في القانون بتاع الاريا اس ام في 10 اس 5 على الكي في كي 2 في الدي. كل القيم دي كلها عندي، حتى الدي، الدي اللي هي 200 ناقص 7 طلع عندي 29.9، احولها لاسياخ طلع عندي 8 فاي 22 على المتر. احطه ازاي؟ اخلص بس الله يكرمك. اجي احطه بقى ازاي الحديد ده؟ العزم انت هتطلعه ده هو اللي هو عند زيرو شير، هتلاقي اتجاهه كده، يعني دير السهم فوق وراس السهم لتحت، معناها ان قيمه الشد فوق، وغالبا هتلاقي قيمه الشد هي اللي فوق، يعني الشد هتلاقيه هو اللي فوق، يعني دي للسهم هتلاقيه فوق، فبالتالي حديد الشد هتلاقيه فوق، يعني 8 فاي 22 اللي احنا مطلعينها دي هنحطها فوق. ما تنساش تعمل حديد التوزيع اللي هو النقط كده، يعني كده تانية المينيمم بتاعه، والحديد الثانوي ايه اس داش، كنت بتاخده الحديد الثانوي في الخرسانة بكام؟ كم الحديد الأساسي؟ 2 من 10. ايه؟ 2 من 10 صح زي ما مكتوب كده. تمام. 6.12. 2 من 10 أو 20% من الاريا اس حديد الشد. ماشي؟ دي بيقول لك على طول العزم بيطلع سالب، لأن بيبقى السهم لفوق وراسه شيء. اللي كان بيسأل. هي الـ FC يا باشمهندس مش المفروض تتغير على حسب القطاع عليه ايه؟ سترينج اكشن ايه؟ الـ FC؟ يعني المفروض في حالة الضغط في FC، وفي حالة الشير FC، في حالة المومنت البندنج مومنت FC ثانية. ومفروض في جداول أو في قيم، بس مش متاحة دلوقتي قدامكم، يعني الجدول ده
ده بس المتاح دلوقتي اللي هو بيطلع لك الكي واحد والكي اتنين. الجدول ده اصلا غلط، لان هو المفروض الكي اتنين بالالفات يعني الف وي، احنا معمول بالمية ازاي؟ وعلى حسب الكي ده يعني مثلا ال اف اس بألفين اهي، الكي اتنين اهي مطلعينها بألف ستمية والف والف ميتين زي ما احنا اهي مطلعينها اهي. مش غلط ولا حاجة مروان؟ مش دي الكي اتنين اهي؟ الاف اس بألف وستمية يا باشمهندس يا عم، مع اللي احنا حليناه لو تقريبا بوحدات تانية، بوحدات مختلفة تقريبا. هو اكيد هيجي لكم الجدول ده معاك، يعني جدول اللي هو طلع منه القيم صح. او حاجة تانية اللي اسلم في المحاضرة يا باشمهندس قال لنا شباب، حد بس يقفل الريكورد بس عشان ايه هنقول الكلام.